حلقة اليوم نتناول فيها ثلاث ملفات مرتبطة ببعضها البعض ووقعت اليوم: قضايا مخدرات وعنف أسري وبلطجة. أرحب بضيف الكرام في هذه الحلقة دكتور موسى الطريفي، رئيس الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات. مساء الخير. مساء الخير. أرحب أيضا بدكتور صلاح العبادي، الصحفي وأستاذ علم اجتماع الجريمة. أهلا بك يا سيدي. أهلا فيك. وسيكون أيضا معنا تباعا رئيس قسم الإعلام في مستشفى الرشيد للطب النفسي والإدمان، ودكتور عبد الرحمن المزهر طبيب نفسي، وأيضا الأستاذة رنا حداد منيرة منوعات الدستور. ضيوف الكرام مساء الخير وأهلا بكم مرة أخرى. سنور. وأنا دكتور موسى طريقي، عندنا مشكلة مهمة جدا اليوم. نعم صحيح. إحنا عندنا حملة ضد المخدرات قائمة وموجودة، وعندنا أزمة في موضوع ما نشهده في بعض الصباحات من جرائم، وعندنا عنف أسري، ونتساءل ما الذي يحدث. كميات المخدرات المضبوطة ضخمة جدا صراحة. صحيح. العنف يزداد بعيدا عن الأرقام والإحصاءات، إذا جاء أرقام وإحصاءات بنصير نقول أو لا، بس هذا الشعور العام. صحيح. شو اللي بصير؟ يعني يا سيدي، أول شيء يعني بدنا نحكي شو في خلف هاي الأرقام. الأرقام يعني في عنا جهود أمنية من قواتنا المسلحة الأبية ومديرية الأمن العام ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات، كل الأجهزة الأمنية الآن تتضافر في موضوع الحملة الأمنية المكثفة اللي صار لها فترة أكثر من شهرين، امتدت من حدودنا الشمالية الشرقية وإلى أوكار تجار المخدرات ومروجينهم. هذه جهود عظيمة يا سيدي، وإحنا بحاجة إلها، وبحاجة لاستمرارية ونظام مستمر في هذه الحملات. مش بيكون عندنا موضوع الفزعة لما بصير في عندنا تهريب كبيرة أو لما بيكون في عندنا جريمة كبرى، نبتعد عن موضوع الفزعة ويكون في عندنا نظام متكامل يغطي كل أيام السنة مش بس عند المناسبات. هذا رقم واحد. رقم اثنين، المخدرات يا سيدي هي ذراع في كل المشاكل. يعني لما بدنا نجي نحكي عن تعنيف المرأة، ما هي المخدرات جزء وذراع في تعنيف المرأة. تعنيف الطفل هو التعاطي نفسه جريمة، الشخص مجرم بحق ذاته وبحق دينه وبحق أسرته وبحق مجتمعه ووطنه. عندنا المشكلة لما تتطور، والآن رح نحكي عن هذا الموضوع، لسلوكيات جرمية أخرى. إذن المشكلة قائمة، وإذا إحنا بدنا نضلنا نحكي إنه عن المشكلة ونفسر المشكلة، المشكلة موجودة وكل الناس تعرف إنه موجود المشكلة. الآن إحنا يجب أن نبدأ في طور البحث عن حلول وحلول حقيقية. بس أمدي اسمح لي دكتور أقاطعك اليوم. تفضل. الكميات المضبوطة، الجهود المبذولة، نعم، الحملات الأمنية المختلفة في سياقاتها، والجهود الموازية لمنظمات المجتمع المدني والتعليم والخطاب في المساجد، مع كل هاي الكميات احنا كنا نقول احنا ممر مش مقر. هلا موضوع التسمية يعني هو موضوع جدلي. موضوع التسمية هو يأتي بأنه وجود الأردن في منطقة بمنتصف من دول الإنتاج ودول الاستهلاك اللي نسب استهلاكها عالية، فنبقى ممر مهما زادت حالات التعاطي داخل الأردن. قد ايه زادت حالات التعاطي اليوم؟ احنا عنا تيجي، احنا نحتاج الى دراسة وطنية شاملة حتى اجيبك على هذا السؤال. انا الان ما عندي ارقام غير القيود الامنية اللي بتم نشرها بين كل فترة وفترة من ادارة مكافحة المخدرات او مديرية الامن العام، وهذه قيود وهذه لا تشكل الحقيقة كاملة. احنا بحاجة الى دراسة وطنية شاملة. القيود لا تشكل الحقيقة ابدا، القيود لا تحقق، هي مؤشر. الحقيقة الكاملة في 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 تعاطي المخدرات، الحقيقة الكاملة انه في عندي في عندي حجم تجارة المخدرات عالميا بتوصل ل 800 مليار واكثر، هذا في السنة اللي فاتت، السنة هذه حيكون اكثر. هذه يا سيدي ميزانية ضخمة، في هناك جهات دولية ومنظمات دولية بتحافظ على تجارة بهذا الحجم. لما بنحكي عن 800 مليار دولار سنويا بنحكي عن ميزانيات دول، فبالتالي في منظومة دولية تحمي هذه التجارة، فبالتالي هي راح تظل بتزايد. احنا راح نظلنا بصراع مع تجار المخدرات ومروجينها وصانعينها وزارعيها ومروجيها، راح نظلنا في صراع، الصراع لن ينتهي حتى أعتى الدول في العالم أقرت بأنه الحرب على المخدرات فشلت. قضية أنه لا للمخدرات وأردن خالي من المخدرات أو أي دولة خالية من المخدرات أصبحت حلم لا يمكن تحقيقه سيدي. مخدرات موجودة، إحنا الآن لازم نشتغل. دولة خالية من المخدرات حلم لا يمكن تحقيقه؟ لا يمكن تحقيقه. والحرب على المخدرات هناك منظمات دولية فشلت، مش منظمة، دول كمان، دول دول خلف هذه التجارة. طبعا بهذا الحجم. نعم، ومؤسسات. طيب دكتور صلاح، يعني بداية بس اسمح لي اسمح لي المقاطعة، لكن كل ما نتحدث عنه على الأقل بما يرد، لأنه كلها طبعا تحقيق صحيح، كلها يقف خلفها مخدرات طبعا.
يعني إذا أردنا أن نتحدث عن موضوع المخدرات والجريمة، أكيد في علاقة كبيرة ما بين المخدرات والجريمة. وبداية إذا بتسمح لي، يعني هناك جهود كبيرة تبذل من قبل القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية على مدار الساعة من أجل التصدي إلى هذه العصابات التي تسعى دائما إلى إدخال آفة المخدرات إلى الحدود إلى الأردن. وبالتالي عندما نتحدث عن المخدرات والكميات الكبيرة التي يتم ضبطها يوميا، هذا يدل على حجم الجهود الاستخباراتية والعملياتية التي يتم بذلها على مدار الساعة، والتي أدت إلى ضبط هذه الكميات الكبيرة من المخدرات. إحنا اليوم عندنا مشكلة كبيرة، تحدثنا يعني بينا أنه في مشكلة، لكن الأمر يتطلب الآن كيف نعالج هذه المشكلة. عندما نتحدث عن اسمح لي، هاي مشكلة حديثة؟ لا، هذا الكم من المخدرات حديث؟ لا لا، في تزايد. هل كم هذا معلش في تزايد؟ في تزايد. بس اسمحوا لي قبل، ألم يكن صحيحا وقل لي يا دكتور صلاح كلامه غلط، أرجوك أنا قل لي كلامه غلط. لا صحيح كلام. بس أنا بدي أسألك السؤال التالي، ألم يكن كثير من كبار تجار المخدرات يتم إلقاء القبض عليهم ولعدم كفاية الأدلة يتم إخلاء سبيلهم؟ نعم صحيح. هذا اللي كان يصير؟ نعم صحيح. طيب نعم صحيح. حتى خلال السنوات الماضية مع بداية الأزمة السورية، منطقة ملتهبة بالجوار، إن كان على الصعيد العراق على صعيد سوريا، هناك بؤر ساخنة. في بداية الأزمة يبدو كان هناك إدخال كميات كبيرة من المخدرات، من الأسلحة. نحن نتحدث عن على سبيل المثال الأسلحة اللي كان يتم تعديلها ببعض الدول الجوار، أسلحة صوت يتم تعديلها لأسلحة ذخيرة حية أدخلت إلى الأردن بالتزامن مع المخدرات. هذا كله أدى إلى ازدياد الجرائم، وجود المخدرات بأسعار بأصناف مختلفة، بأسعار قد تكون زهيدة الثمن بمتناول الجميع. دخل قديش اليوم سعر المخدرات؟ الجوكر قديش ثمنه؟ الجوكر مش مخدرات، الجوكر مادة سامة، مادة سامة ومخدرات أيضا، مؤثرات عقلية، مؤثرات عقلية كأنها مادة سامة. لكن عدا عن ذلك تصنيع منزلي، عدا عن ذلك يعني التراخ. إذا أنا مش غلطان يا دكتور صراحة، خلينا نحكي بصراحة تصنيع. في موضوع الجوكر يعني الى حد ما ظل عمليه الامن العام تقول مشان الله بس ما تتعاطى هاي الماده. صحيح. بس هم سامه، مواد سامه، مواد سامه، مواد سامه، مواد سامه، هي تركيبه مجموعه من المواد. بمرحله ما كان هناك تراخي بالاجراءات. كان في تراخي في الاجراءات؟ ليش كان في تراخي؟ متى يعني برايك يعني متى تقيم المرحله اللي كنا فيها؟ يعني قبل 5 سنوات 6 سنوات كان في تراخي، هذا ادخل كميات كبيره من المخدرات. اليوم الجهود كبيره جدا تبذل من قبل القوات المسلحه الاردنيه، اليوم في اجهزه كاميرات، اجهزه رد سريع، بالتالي هناك منظومه امنيه متكامله تعمل ليلا نهارا من اجل التصدي الى افه المخدرات. اليوم مكننا يا سيدي، احنا اليوم عشان خوفا من قصه اخلاء السبيل مكننا المحافظين من التوقيف الاداري طبعا في هذا الملف تحديدا، والتوقيف بهذا مكننا المحافظين من التوقيف الاداري. صحيح. قيامة القيامة، صح ولا صحيح؟ صحيح. ونحكي الصح، نعم، عشان نكون صريحين في هذا الموضوع تحديدا. انا بحكي عن موضوع المخدرات. احنا اليوم مشكلتنا حتى عند الحكام الاداريين، مين اللي بتواسط للموقوفين بالمخدرات؟ مين؟ اكيد اشخاص متنفذين، هو اصحاب نفوذ بيروحوا بتواسطوا لتجار مخدرات، يتم توقيفهم ما بعد بمرحله ما بعد السجن، ويكمل المحكوميه وندخل بمساله الاقامه الجبريه. هم اللي بتواسطوا متنفذين حتى خلال السنوات الماضيه كل المراحل، والبحث عن التكفيل، والبحث حتى بمرحله الضبط، كيف يعني التفكير كيف بدنا نلفلف قضيه المخدرات، كيف بدي الفلف قضيه التعاطي. اللي كان يوم اللي كان يفكر في لفلفه القضايا المتنفذين اكيد متنفذين، وهذول كبار تجار مخدرات اكيد. طبعا طبعا بالنهاية كبار تجار المخدرات في أشخاص بتربطهم علاقة مع أشخاص متنفذين بيساعدوهم حتى بعمليات التهريب. وعندما نتحدث عن عمليات التهريب، احنا عندنا المشكلة على اتجاهين، أول شيء التاجر وعندنا المروج. الآن هناك أشخاص وسطاء دائما ما بين التاجر والمهرب، ما المروج ما بين أيضا بيساعدوهم حتى بتغطية هذه القضايا حتى لدى الدوائر الأمنية. يعني نجد هناك من يسعى إلى لفلفة القضايا مثلا عندما تبدأ، يعني تبدأ بتكون بمرحلة الضبط، وبالتالي هذا تحدي كبير جدا. الآن لفلفة قضايا المخدرات تبدأ من مرحلة الضبط، البعض التوسط، الواسطات، الواسطات عشان تفك الواسطات طبعا. يعني أنا باعتقادي إذا سألت أي شخص بيشتغل بمسألة ضبط المخدرات
وعن آلية الضبط، التلفونات، حجم التلفونات. إحنا مشكلتنا اليوم إذا واحد بيعرف واحد تم ضبطه على مستوى التعاطي، يبدأ الاتصالات كيف بدي أطلعه من القضية وكيف بدي أحاول إني أساعده. ما بعرف إنه العقوبة قد تكون رادع له، قد تكون رادع له. حاجة العقوبات، وبالتالي إن العقوبة رادعة عن عدمها على إن يجب إنه يكون عندنا منظومة متكاملة على صعيد عقوبات رادعة على المروجين. إحنا اليوم بنتراخى بالتعامل إلى حد ما مع المروج، رغم إنه المروج يجب أن تكون عقوبته كما هي عقوبة التاجر. لا يجوز نتعامل مع المروج بكفي ونتعامل مع التاجر بكفي، لأن المهرب بكفي عشان يكون والمهرب بكفي. بالتالي لا، يجب تغليظ العقوبات. يجب، أنا باعتقادي إذا أردنا أن نكافح المخدرات، ما المانع أن يكون فحص ما قبل الزواج يكون جزء منه عليك. مخدرات، يا سلام، نفحصه. يعني حق أي أب يعني عنده بنت بده يزوجها يتأكد إنه الشخص اللي تقدم إلها متعاطي مخدرات ولا مش متعاطي مخدرات. جميل. وأنا باعتقادي إذا وصلنا لهاي المرحلة، أنت تدعو اليوم لفحص طبعا ما قبل الزواج أن يكون شاملا له شامل فحص المخدرات مية حتى بالمية. أنت تعرف مية وين بالمية رايح. طيب. حق أي أب إنه يعرف اللي بتقدم لبنته متعاطي ولا مش متعاطي. آليات خفض الطلب طبعا. على مواد المخدرة، إحنا بالجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات، اسمح لي أنا راح أسمع تعليقك في هذا الإطار تحديدا، علاقة بنفس الفرق. راح أظني معك في هذا الإطار، لكن قبل ذلك بدي أرحب رئيس قسم الإعلام في مستشفى الرشيد الطب النفسي والإدمان الأستاذ أنس الطنطاوي. أستاذ أنس، مساء الخير. مساء الخير لك أخي محمد ولكل المستمعين والمشاهدين الكرام، وأنا باسم مستشفى الرشيد بشكركم في نبض البلد أسرة البرنامج على اهتمامكم بتوعية أبناء المجتمع الأردني. أستاذ أنس، لدينا من الأسئلة الكثير، لكن فيما يخص المخدرات وإدمانها ونسب الانتشار اليوم مع هذه الحملات الأمنية المكثفة اليوم والحديث الشعبي وفي بعض الأحيان الرسمي عن ارتباط كثير من الجرائم بالمخدرات، وجهة نظرك؟ سيدنا الكريم، بالنسبة للحملات الجهود واضحة من مديرية الأمن العام وتحديدا إدارة مكافحة المخدرات، يعني وتصعيد الجهود أيضا واضح. يمكن الآن الحديث عن موضوع الجرائم حضرتك تفضلت فيه، الآن إذا بدنا نحكي بالعموم ما بدي أخص الجرائم اللي ارتكبت. ليه؟ لأن الجرائم اللي ارتكبت على فكرة، يمكن واللي بيشتغلوا بهذا المجال بضموا صوتهم لصوتي، كل جريمة تعامل على حدة. الآن أحيانا بتجد أنه مثلا السوشيال ميديا بالعموم بتطلق أنه السبب مخدرات، ممكن يكون مخدرات ممكن يكون لا، أكيد عندنا مشكلات اجتماعية أخرى. اللي بدي أحكيه أنه التقرير المختبر الجنائي والفحص العينات هو من يثبت أنه السبب مخدرات أم لا، فبالتالي وهذا بيتم كله تحويله للقضاء. هذا بالنسبة للجرائم، قد تكون نعم وقد تكون لا بسبب، بدي أكرر هاي تحديدا وأكد عليها، كل قضية تعامل على حدة. إنما موضوع ارتباط التعاطي بالجريمة هو مشكلته الارتباط من شقين، هذه المشكلة. قبل ما أحكي عن الشقين، بدنا إحنا بس نتفق أن المتعاطي هو شخص مريض ويجب علاجه ويستحق العلاج، لكن ليش هو بيرتكب الجريمة؟ بيرتكب الجريمة لأنه ما كان في أهمية من ذوي أو أهله أو المحيطين فيه لعملية العلاج، فبالتالي استمر وارتكب جريمة مع الأسف. إيش المشكلة الأولى؟ المشكلة الأولى الارتباط بالجريمة بيكون عند انقطاع الجرعة، انقطعت الجرعة المخدرة، بمعنى ما في مروج يبيعه، المروج اللي بيبيعه انمسك، ما في واحد يثق فيه بهالسهولة، أو المروج موجود ولكن إيش اللي حصل؟ ما معه ثمنها، باع كل إشي. بتعرف دائما جرة الغاز تذكر في كل قضايا المخدرات، بدلها وباع، أخذ زي الشخص مرة أخذ اللابتوب تبع شقيقته بدله بجرعة ما باعه إحدى الـ فبالتالي استنفذ كل شيء، آخر إشي المروج ببطل يعطيه، انقطعت الجرعة يا عزيزي. والمواد الموجودة الآن خطيرة زي الكريستال، راح تظهر عليه أعراض انسحابية خطيرة بسبب الانسحاب المفاجئ للمادة المخدرة من الدم، هذه اللي تسمى تكريزي مأخوذة من كريزي جنون. هاي الأعراض الانسحابية بتخلي عنده حاجة ملحة للحصول على الجرعة، هذه الحاجة الملحة بتكون نفسية وجسدية بسبب سيطرة المادة نفسيا وجسديا، هون هو راح يرتكب جريمة لأنه قاسي جدا الأعراض الانسحابية. يمكن الآن بسمعوني أطباء وبسمعوني أصحاب الاختصاص، قاسية جدا هاي الأعراض راح تؤدي لارتكاب جريمة. شو قصدك بالقاسي؟ طيب أستاذ أنس، اسمح لي، أنت ذكرت مادة الكريستال،
وهناك كثير من علامات الاستفهام حول هذه المادة، وذكرت أن الأراضي الانسحابية صعبة جدا، وهنا حتى في محيطه ماذا يمكن أن يتعامل هؤلاء مع مثل هذه الحالات؟ تفضل. طيب تسمح لي بس أنتقل للحالة الأخرى اللي إله ارتباط وثيق بالجريمة. الحالة الأخرى وهو تحت تأثير الجرعة. إذا هون صفينا، إذا انقطعت الجرعة وظهرت الأراضي الانسحابية قد تؤدي لارتكاب الجريمة، والمشكلة الأكبر وهو تحت تأثير الجرعة معظم المواد المخدرة الكيميائية الموجودة الآن في المنطقة العربية تؤدي إلى تغيرات مفاجئة بوظائف الدماغ. هذه التغيرات المفاجئة بوظائف الدماغ راح يسلك بطريقة عدوانية، فبالتالي هو نعم معرض أنه يرتكب الجريمة سواء تحت تأثير أو عند الانقطاع. الأعراض الانسحابية عزيزي أنا ما بدي أوصفها باللايف، لكن بيبدأ يزرب عرق، بيطلع من ثم زبد أبيض، أحياناً بسقط أرضاً لأنه في اعتماد على الجرعة. فبالتالي هذا الشخص بده يتخلص من هاي الأعراض، هو شو بيعتقد؟ بيعتقد أنه هو بده يحصل على الجرعة حتى يرجع طبيعي، لكن هو بالوقت نفسه راح يرجع تحت تأثير المادة المخدرة. فبالتالي من شدة هاي الأعراض، تعرف سيدي الكريم أنه إذا ما تم إسعافه قد تؤدي إلى الموت. هاي الأعراض قد تؤدي إلى الموت. فبالتالي إذا ظهرت إلى أقرب مركز طوارئ أو مركز علاج الإدمان أو مستشفى علاج الإدمان، عدم إبقائه تحت هاي الأعراض عند انقطاع الجرعة فقط. طيب سأعود لك أستاذ أنس، وأنت ذكرت وممكن الدكتور صلاح كان واضح أنه علينا أن نغير كثيرا في التفاصيل، وعلينا أن نبحث في وضع مزيد من القيود ومنها فحص ما قبل الزواج. وكان يعني تعليق تفضل. يعني هي مش موضوع قيود بقدر ما أنه إحنا لما نحكي مكافحة المخدرات في محورين. المحور الأول اللي هو خفض المعروض، وهذا شغل الأجهزة الأمنية وقواتنا المسلحة والجمارك. خفض الطلبة بيجي دورنا إحنا، دور الإعلام، دور المؤسسات التربوية وخلافه، والقانون من ضمن القوانين اللي إحنا بننادي فيها موضوع تعميم فحص التعاطي على المقبلين على الزواج، مثل ما بنعمل فحص الثلاسيميا، نصير نطلب فحص خلوه أو كشف التعاطي. ولي الأمر هو حر، إحنا ما بدنا نحدد لولي الأمر يوافق أو لا يوافق، بس إحنا على الأقل جبنا لولي الأمر حقيقة هذا العريس أو الخطيب المتقدم، وهو حر بده يعطيه ويعطيه، ما بده بقرر. من ضمن الآليات خفض الطلب كمان، يعني في موضوع فحص متسببي الحوادث المرورية، خلينا نعمم هذا الفحص على كل متسبب حادث مروري، وإذا أثبت أنه متعاطي يحرم من التأمين مثلا. هذه كلها آليات بصير الشخص يفكر لما بده يتعاطى، أنه أنا لو تعاطيت مش راح أعرف أتجوز، لو تعاطيت وصار طبعاً حادث مش راح أخذ تعويض ولا تأمين. يعني هذه كلها أساليب بتؤدي إلى آليات خفض الطلب على المواد المخدرة. ممكن نضيفه كمان فحص كشف التعاطي في بداية كل فصل دراسي في الجامعات. خلي كل طالب عند التسجيل روح جيب لي من جهة معينة فحص عينات. خلينا ندافع عن تعليمنا وسمعة تعليمنا يا سيدي، مش بنحكي إحنا جامعاتنا خالية. بدي أقول لك هذا إذا بتوفر الدولة مجانا كله بيعمله. في جهات ما تحمل كمان الطالب أكثر. لا ما لا 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 أنا ما بحكي على الطالب، لا تحمل العريس أكثر ما يحمل. يا سيدي في جهات عندها استعداد توقع اتفاقيات وتزود كتات الفحص مجانا. إحنا في الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات وقعنا اتفاقيتين مع شركتين من القطاع الخاص اللي تحملوا المسؤولية وقدموا الفحوص هذه مجانا. يعني بس بدنا قانون، بدنا تشريع. والآن الملف القانوني عندنا في الجمعية الأردنية مكافحة المخدرات في نهايته، والآن أنا يعني بدعو كافة أصدقائي النواب اللي موجودين في اللجنة القانونية، وإن كان في النواب أو في الأعيان، إحنا رح نجتمع معهم قريبا إن شاء الله، واللي حابب يطلع على الملف القانوني يتواصل معنا في الجمعية الأردنية مكافحة المخدرات. عندنا موضوع تعميم الفحص، عندي موضوع إلزامية العلاج. يا سيدي يا عزيزي احنا عندنا مشكله، ومن ضمن الحلول مشكله المخدرات الموجوده الان. في عندي مدمنين موجودين في مجتمعنا، بيننا، في شوارعنا، في اسواقنا. ليش ما يكون في عندي، وانا عندي قانون الصحه العامه موجود الماده يعني 47، القانون الصحه العامه رقم 47 عام 2008، في عندي الفصل الرابع اللي هو بخصوص الصحة النفسية والإدمان، بحكي لك انه يجب ان يتم علاج المدمن اما بصوره اختياريه او اجباريه، ومتى بيجبره في حالة كان هو بيسبب أذى لنفسه أو للآخرين، والأذى مش ضروري يكون، ممكن يكون مادي أو معنوي. أنا القانون موجود عندي، بس حتى أفعله لازم ينتقل عندي حسب الأصول إلى أصول المحاكمات الجزائية ولا قانون العقوبات. هذا بحاجة إلى تطوير قوانيننا أو سن قوانين جديدة. إحنا مش بحاجة لقانون جديد. المادة 14 بالفصل الرابع بقانون الصحة النفسية بيحكي لنا عن إجبارية العلاج. ليش ما بنجبر الناس على العلاج؟
بس لأنه في عندنا قصور في هذا الموضوع، لازم بالتشريعات. اليوم ما بنجبر؟ ما بنجبر العلاج نهائيا، ما في عندنا. احنا حتى المسجون يا سيدي في سجن برين اللي احنا نفتخر انه صار في عندنا مركز علاج في احد سجوننا، لازم يقدم طلب، لازم الشخص يقدم طلب عشان يتعالج. برين اللي في سجن في برين، اذا ما قدم طلب فيش شيء بيجبره يتعالج. احنا بحاجه لقانون يا سيدي، الزاميه العلاج من الضروري. بتقول لي اليوم القانون موجود في قانون الصحه العامه، ممتاز، لكن انت بتقول اليوم اشترطوه، خليك معي، اشترطوه بشروط. الشرط الأول لازم يتم تقديم طلب. الشرط الشروط كلها بسمع منك بعد فصل. طبعا فصل قصير ومن ثم نواصل، ابقى معنا. نواصل حوارنا وضيوفنا الكرام. توقفت معك دكتور موسى، تفضل. نعم، يعني احنا توقفنا على موضوع إلزامية العلاج وقانون الصحة العامة بالفصل الرابع من الصحة والنفسية والإدمان، المادة 14 و15 و16 تحدثت عن هذا الموضوع. بنحكي عن انه يتم علاجه اما اختياريا او اجباريا في حاله ثبت انه ممكن يعمل ضرر لنفسه. شو الشروط اللي بده واحد يتعالج؟ ليش ما اجبره؟ شو الشروط اللي لازم يجيك؟ الشروط اولا لازم طلب يقدم الى مدير المستشفى او مدير المركز الصحي او مدير الجهه المزوده للخدمه العلاجيه. اثنين، تقرير طبي، وهو اصلا رافض العلاج، يعني هو يعني هل هو ممكن يتعاون يروح ويجيب لي تقرير؟ ما هو اصلا رافض العلاج. والشرط الثالث انه لازم يوافق المدير بعد كل هذه العمليه، لازم يوافق المدير. يعني هذا بصراحه شروط تعجيزيه، صح؟ لا مش تعجيز، هذا اسمه حكي فاضي، هذا معناته مش عالي. فاذا احنا ايش بحاجه يا سيدي؟ احنا بحاجه لمراجعه قانون اصول المحكمات الجزائيه، ويكون في عنا تعديل على قانون العقوبات حتى يكون في الزاميه لعلاج المدمن اذا ثبت انه يشكل ضرر على نفسه او على الاخرين. ما بدنا اكثر من هيك، لكن قبل هيك لازم يكون في عندنا مراكز علاج ادمان قادره انها لازم استنى لا يوصل مرحله، ولازم اعالجه قبل. يا لازم اعالجه قبل. طيب هي الاصل في الموضوع، ليش انا اجبر؟ انا المفروض اجبر كل من يثبت انه متعاطي مخدرات ان يمر في مراحل علاج. هلا شوف، احنا بدناش نصطدم في موضوع جماعه قانون حقوق الانسان وخلافه وحريه الإنسان. العلاج والحريه الشخصيه. احنا في موضوع المخدرات ما في حريه يا دكتور، ارجوك. مش انا، هم اللي راح يتصدموا معنا. يصدموا معنا ايش؟ في انه انت كيف بدك تجبر شخص يتعالج هو ما بده؟ في قوة شد عكسي يا سيدي، هذا متعاطي. متعاطي لمادة، هذا يهدد نفسه لمادة محاربة دوليا، لو بالصورة لو منظر، يعني لو تمثيلا محاربة. يعني الآن يا سيدي هناك نداءات بتنادي بشرعنة تعاطي المخدرات، وكثير من الدول استجابت لهذه النداءات، والآن تم تقنين كثير من أنواع المخدرات واستخدامها إما للعلاج الطبي حتى للاستخدامات الترفيهية، ما يسمى بالريكرييشنال يوز، بيستخدموها للاستخدام الترفيهي، وتم إقرارها في بعض الدول. ما بدك ينادوا في موضوع حرية العلاج. فإحنا يا سيدي في إلنا خصوصية في المملكة الأردنية الهاشمية، إحنا كدولة إلنا تاريخنا وإلنا عاداتنا وتقاليدنا وعندنا تمسكنا بأدياننا، من الضروري إنه إحنا نطور من أدواتنا، نطور من قوانيننا حتى تكون مناسبة إلنا إحنا. يعني إحنا تحدثنا عن موضوع تعميم فحص التعاطي، هذا من شأنه إنه يؤثر بشكل إيجابي كبير على تقليل المقبلين على التعاطي أو حتى الاستمرار في التعاطي. يعني لما حكى الأستاذ على موضوع المقبلين على الزواج، لما حكينا على موضوع التعليم، يعني أنا بال 2016 قابلت معالي وزير التعليم العالي وتحمس جدا لفكرة تعميم الفحص وأنه نأخذ عينات من الطلاب في الجامعات، لكن 2016. وتم التعميم، نعم وتم التعميم على كل الجامعات الحكومية والخاصة في المملكة. تعميم متى صار؟ بال 2016 بعد لقاء مع معالي بيوم واحد، ولا جامعة تحمست للفكرة، صفر. مع انه كان احنا كنا موقعين فحص اتفاقيه مجاني للطلاب في الجامعات، كنا موقعين اتفاقيه مع احد مستوردي الكتات الفحص وقدموا لنا اياها بالمجان، يعني ما في كلفه لا على الجامعه ولا على الطالب ولا على الدوله ولا على الجمعيه. في احسن من هيك؟ وما رضوا الجامعات، ما رضوا، ما تحمسوا. شوف اذا ما كان ما حد تجاوب مع الفكره، عشان اكون اكثر، ما في تجاوب نهائيا من 2016 ل 2016. طب جربوا كمان مره ان شاء الله. يعني انا احنا الان جربوا كمان مره وقولوا لنا، لا راح نزودكم ان شاء الله. لما تجربوا كمان مره قولوا لنا. يعني انا برايي اليوم عندنا مشكله كبيره. اول شيء الجانب الرسمي ببذل جهود كبيره بمكافحه المخدرات، وهذا الامر الكل متفق عليه، قدموا شهداء الكل متفق عليه تماما. عندنا انهيار بمنظومة الضبط الاجتماعي. قبل 15 سنة و20 سنة كنا بالقرية نخاف من الناس، نخاف نعمل أي سلوك إنه ممكن هذا السلوك
المجتمع يرفضه. صحيح. اليوم سلوكيات كثيرة للأسف بنرتكبها المجتمع بتقبلها ولا كأنه في شيء. باعتقادي إذا كان في بداية الأمر بحاجة إلى إصلاح من الأسرة، إذا كان في مجموعة من الضوابط، يعني أي شخص عنده بنت بده يزوجها، وين المشكلة إنه يطلب فحص؟ لو كانت الحكومة، أنا أتمنى أن الحكومة تقره كفحص إجباري، بس لو يعني نستبق هاي الخطوة الأهل يطلبوا. يا دكتور ما أنت بتقول على التقاليد، ما هو المجتمع بده يقول لك ول. لا لا بالعكس، لا تطلب مني فحص. اليوم اليوم نسبة الجريمة بازدياد والأسباب المخدرات، إحنا بنلاحظ في مشاكل اجتماعية، مشاكل أسرية، أغلب العنف الأسري اللي قاعد بصير بالمجتمع سبب المخدرات. ما تحكي لي الحوار والأهل والخلافات الزوجية والخلافات الأسرية، لا، وين في خلافات ابحث عن المخدرات. اليوم اليوم أنواع جديدة من المخدرات صارت، بعض الأنواع أشد فتكا، حتى أنا واحد من الناس يمكن بحكيها على الملأ، بتحسس بأي مكان عام أشرب قهوة ولا شاي من حدا ما بعرفه، ما حدا متأكد أنا مليون بالمية مين اللي عامل القهوة ومين عامل الشاي، ما بعرف شو حاط اللي فيه، لا سمح الله بكرة أصير مدمن عليه أظل أشتري قهوة من عنده. بالتالي لازم نغير بعاداتنا، نغير بسلوكياتنا. هذا الأمر بحاجة لمنظومة تشريعية، لازم يكون في تعديل للأنظمة، للتشريعات، القوانين اللي بتحد من عقوبة تعاطي يعني أنا باعتقادي يجب اليوم نغلظ عقوبة تعاطي المخدرات، يجب نغلظ عقوبة ترويج المخدرات. أيوة. نساويها. بعض الدول بدون ذكر أسماء نسبة الترويج عندها، الإمارات قديش نسبة الترويج والتعاطي عندهم؟ لا تذكر، لسبب، لأنه المروج ساوى عقوبته مع عقوبة التاجر. إحنا إذا ساوينا عقوبة التاجر مع عقوبة المروج، هذا بحد جميل. كبير من قضية المخدرات، لأنه المروج ما بتعامل مع المتعاطي، اللي بتعامل مع المتعاطي المروج مش التاجر الكبير. التاجر الكبير دائما هو متخبي، بيخلي فيه أشخاص صغار هم اللي يلفوا بين الناس. نعم. ممكن يبيع له 100-200 حبة، 5 كيلو حشيش ولا كذا كيلو، يعني ما بعرف. يا دكتور صلاح، أنت بتقول دول تكثف ودول تجيز ودول لديها سياحة ما تسمى سياحة المخدرات. نعم، دول عندها سياحة. بس بدنا نحمي المجتمع اليوم، نحمي المجتمع اليوم، بدنا نحسن مجتمعنا اليوم. اليوم عندنا عدة يعني لابد أنه نتحدث عن المخدرات من جهة، ولابد نتحدث بالسلوك، نراقب سلوك الأبناء. الأهل للأسف أتحدى في كثير من الأهل ما بيعرفوا أولادهم شو بيعملوا. جميل. اليوم صار للأسف دخان يعني ورق لف السجاير صار موضة، ما بسأل ابنه ليش أنت معك هذا الورق لف السجاير، بيقول لك والله ابني بدخل هيشي مثلا. ما بعرف أنه شو بحط مع الهيشي، لا سمح الله، ممكن بحط وممكن ما بحط، بس أنا لكنها مثار شك وقلق. بس لازم طبعا. أنا أفترض الأسوأ. اليوم ورق لف السجائر صار ينباع بمحلات السوبر ماركت. طيب ليش هذا قبل 20 سنة أبائنا وأجدادنا كانوا يدخنوا هيشي، ما كان منتشر ورق الهيشي زي اليوم. ما كان منتشر. طيب اليوم هذا ما بيثير شكوك؟ بيثير. دكتور عبد الرحمن المزهر الطبيب النفسي، مساء الخير. مساء الفل. وأنا سأسألك كيف يمكن التعامل مع هذا الموضوع، خصوصا بارتباط الجريمة والمخدرات، وخلينا نكون متفقين أيضا أن ما يحدث من عمليات بلطجة أيضا وأتوات مرتبطة بذات الموضوع المخدرات. بصراحة هذا الموضوع يمكن قديم جديد ومتجدد دائما، يمكن من أكثر من 5 سنوات على إحدى القنوات أنا تكلمت عن الموضوع، أن الأردن أصبح مقر وليس كما يعني الآن بقول لك إنه ممر. إذا كان ممر، يعني النتائج اللي عمالين نشوفها من وين هذه؟ يعني الجرائم اللي عمال تزداد من وين؟ وأغلبها مرتبطة عمالها في تعاطي المخدرات. أنا أعتقد يعني إحدى الإشكاليات الكبرى في الموضوع ازدياد الجرائم وازدياد تعاطي المخدرات، كانت في إحدى القوانين اللي كان أنا بنظر إله مذبحة كانت للشباب وللمجتمع، اللي هو عدم وضع القيد الأول على الشباب إذا كان متعاطي أو إذا كان مروج للمخدرات، اللي أقر البرلمان وأقر قبل سنة وسنتين أعتقد.
هذا كان من إحدى أعتقد أنه من إحدى القوانين اللي زادت من فرص تعاطي المخدرات، لأنه دائما التعاطي أغلبه بيبدأ بحب الفضول. لما أنت تقدم لواحد ويكون خايف تقول له مش مشكلة أول مرة حتى لو انمسكت ما عليه قيد وبتمشي الأمور، أنت عمليا بتشجعه، لأنه عادة اللي بنمسك ما بنمسك أول مرة، ما بيكون أول مرة. فالقضية أنا أحب أطرح سؤال لحضرتك وللسادة المشاهدين الآن. مثلا مخالفة الإشارة الحمراء، أقل قطع الإشارة الحمراء أقل مخالفات يمكن عندنا، مضبوط ولا لا؟ نعم. يعني هذا ليش طيب؟ قيمتها المرتفعة يا سيدي، أنا بجاوب. شكرا لك. تفضل. شكرا لك. قيمتها مرتفعة، يعني أنا بعرف لما أخالف راح يمكن 20% أو 30% من راتبي رايح يندفع، مش لأني مواطن صالح مثلا، صراحة ممكن أخالف مخالفة ثانية ب 10 دنانير أو 20، بس لأنه في رادع. عدم وجود الرادع القوي هو اللي بيشجع أي إنسان، هذه طبيعة النفس البشرية، إنه على ارتكاب الأخطاء وعلى ارتكاب المخالفات. فللأسف عمال يعني صراحة يعني الواحد بيحزن على الشهداء اللي عمالين بموتوا في لأجل مكافحة المخدرات. ومن ناحية ثانية القوانين نفسها بتكون نوعا ما متراخية في التعامل مع المتعاطي أو المروج أو التاجر أو وكذا. القضية أنا ما بقدر أحملها للأسرة، أقول للأسرة الأب ليش أنت بتلف هيشي؟ طب ماشي أنا بلف هيشي الآن، بسأله بمنعه، ما هو بيطلع من برا بروح بتعاطى، ما هي موجودة متوفرة. فالقضية صراحة، وفي تجارب دولية على النطاق هذا في قضية المخدرات، في تجارب حاولت في التوعية والمكافحة اللطيفة زي ما أطلقوا عليها، إنه كانت تحاول بالتوعية والوصول للشباب وتوعيتهم بأثار المخدرات، وتجارب ثانية كانت بالقوانين الحازمة والجازمة. وصراحة على استحياء ما بتكلموا في النتائج الحقيقية. النتائج الحقيقية أثبتت إنه الدول اللي كان قوانينها حادة وحازمة كان نسبة المخدرات فيها أقل. وأكبر مثال يشهد عليه التاريخ الصين. الصين الآن من أعظم الدول، تعتبر كانت من أكثر الدول إدماناً، ولكن شنوا حظ على التعاطي وعلى المخدرات وغلظوا القوانين، انتهت الآفة. أما أحمل المسؤولية للمتعاطي فقط، لا، هي المسؤولية مش على المتعاطي. أنا أعتقد المسؤولية بتحملها بعض القوانين وبتحملها، يعني خليني أتكلمها يمكن يزعلوا مني كثير زملاء، وبنتحملها إحنا الطب النفسي، بنتحمل هذه المشكلة. ليش؟ لأنه نتعامل مع الإدمان إنه مرض، وهذا لما أتعامل مع المدمن إنه مريض أنا بعطيه مبرر تلقائي. نعم. فلما أنا أعطيه مبرر تلقائي، أنت مريض ولازم أعالجك ولازم كذا، لا، أنت مش مريض، أنت إنسان خرجت عن السلوك الطبيعي. أنا بساعدك في بعض الحالات، ولكن هذا أنا ضد إنه يكون مرض، وضد إنه نوشمه بوسمة المرض لتخفيف آثاره. شكرا. ولكن نعم، أشكرك دكتور عبد الرحمن المزهر الطبيب النفسي، كنت معنا مباشرة. سأعود لكم ضيوف الكرام، وسأعود تحديدا للأستاذ أنس ليتحدث لنا بوضوح كيف يمكن لنا أن نكتشف المدمن. بعد فاصل نواصل، ابقوا معنا. نواصل حوارنا وضيوفنا الكرام. أتوقف مع الأستاذ أنس الطنطاوي مرة أخرى، وسؤالي سيكون واضحا وأرجو الإجابة عليه بسرعة الممكنة. كيف يمكن لنا أن نكتشف المدمن أستاذ أنس؟ طيب يا سيدي أشكرك. لأجل السرعة ما بدي أركز على النواحي الجسدية، بدي أركز على النواحي السلوكية، لأن الجسدية بتكون بوقت متأخر شوي. طيب. السلوكية أسرع. تفضل. الآن بالنسبة للسلوكية من الراعي شغلة مهمة جداً، أنه بكل النظريات السلوكية أي سلوك يقاس بالمدة والشدة والتكرار. يعني لا يعني أنه سلوك أو سلوك كان بدي أحكيهم أنا الآن أنه ابني أصبح مدمن لازم يكون فيه مدة وشدة وتكرار. بداية بظهر منعزل، ما بتفاعل مع أهل البيت، هي تغيرات مفاجئة بالسلوك لم تكن وأصبحت،
ومين اللي بيقدر يعرف التغير بالسلوك؟ هم الأهل. بصير منعزل، ما بده يختلط بأهل البيت لأنه بيعتقد أنه راح ينكشف، ومخرجاته مش صح، مش منضبطة، بس منفتح على جماعة الرفاق اللي معهم الجرعة، هاي مهمة. اثنين، بصير عنده اضطراب في عادات الطعام. احنا بنعرف الابن كيف بيأكل، شلون كذا، بصير اضطراب في عادات الطعام غالبا لأنه قلق، متوتر، مفكر بالجرعة وخايف. غالبا ترتبط معها اضطراب في عادات النوم. ايضا الاضطراب في عادات النوم على فكره فيها جانب سيكولوجي بالبدايه بسبب قلقه وخوفه، لكن بعدين بصير ايضا ترتبط في موضوع الجرعه، مثل مواد مهبطه، بديش اذكر شو هي لانه مشان السلوكات فقط، مواد مهبطه بتلاقيه خدران ونايم كثير، مواد امفيتامين مثلا محفزه زي الكريستال والكبتاج وحبوب الكبد بتلاقيه صاحي على طول، بس طبعا مش واعي، يعني عقله نايم هو بيعتقد انه صاحي، فبتلاقي مواد مهلوسه، بتلاقي الاضطرابات اكثر واكثر زي الجوكر. ايضا بصير في ظهور اصدقاء جدد، يعني انا بعرف ابني مع مين بيمشي، الكل بيعرف ابنه، هذول اصدقاء جدد احنا ما بنعرفهم، مش من اقاربنا ومن خارج المنطقه، هذول اللي معهم الجرعه، بصير نساله مين هم، ببدا بالدفاع عنهم، كويسين اصحابي شو بدكم فيهم. بعدين المشكله الاكبر انه بنسحب من الاصدقاء القدامى. هون انا بنصح اي شخص بيشاهد هذا الشيء انك تلجا لواحد من الاصدقاء القدامى وتعطيه الامان وتمنحه الثقه، تحكي له عن المصلحه المشتركه بين العائلتين، راح يحكي لك انه هذول فلان وفلان وفلان هم بتعاطوا واحنا بطلنا نمشي معه، يمكن يحافظ على واحد من القدامى بس يكون سلوكه زي سلوكه او تغرر فيه مثله، لانه انا كلمه تغرر فيه في اصرار من خلال الاطلاع انه هذا الشخص مريض، بتحمل جزء من المشكله نعم، لكن هو بالنهايه شخص مريض. فجاه بصير في خروج مفاجئ من المنزل، يعني بمعنى احنا اليوم مش خابرين ابننا لا عنده طلعه ولا عنده حضور بلا مؤاخذه مباراه كره قدم ولا مناسبه، والكل قاعد، اجا مسج من المروج انه الجرعه اجت، غالبا بيجي برموز، ما بدي اتوسع باكثر مشان تضل رسالتي ايجابيه، بترك كل العالم لأنه بأي لحظة بتظهر الأعراض الانسحابية بسبب انقطاع الجرعة. وعلى فكرة لما يطلع بيخرج عن التغطية بصير ترن عليه، خلاص الجرعة إجا، بيجي الفجر، هذا إذا إجا يسين بصير يختلق عذار، صاحبي صار معه حادث، لو صار مع صاحبك حادث هل منعرف أهل صاحبك، كان يجينا كل ما. فبالتالي وخروج متكرر مش بس مفاجئ، بحكي لكل إنسان بيسمعني، إذا اجتمعت هاي الأشياء مع الخروج بهذه الطريقة فجأة، يعني المؤشر خطير جدا، بدك تراجع حالك بخصوص ابنك، بدك تتابعه. انا مش مع المراقبه، انا مع المتابعه، المتابعه اعلى درجه من المراقبه، معلش اسمح لي اتفلسف شوي في علم التربيه، ولها اسس مختلفه تماما، لانه اذا في متابعه بصير في ثقه، بصير لحاله يحكي لك، بينما مراقبه معناته انه العلاقه مش ود هي ند. نعم. ايضا بصير في عنده حاجه ملحه للحصول على المال، بده يستدين، بيطلع أعذار، بصير نفقد أشياء من البيت، أول مرة بنصدقه، ثاني مرة بنصدقه. أيضاً بصير عنده سلوك عدواني، مشكلة السلوك العدواني بالبداية بيظهر لفظي، تتغير ألفاظه، معلش ألفاظ ما بتنحكى نهائياً، بعدين بتحول لجسدي، والجسدي مقسوم نصين، جزء منه موجه نحو الذات، هاي مرحلة خطيرة، وصل مرحلة اكتئابية وممكن يؤدي للانتحار، وجزء منه موجه نحو الآخر، بس هذه مرحلة متقدمة شوي، يعني إذا وصل لهذه المرحلة هذا زمان مدمن وإحنا ما بنعرف. وأشياء بتتعلق بالمزاج، بس بدي أختصر لك إنه الدليل الأكبر أو الأشد هو العثور على مواد مخدرة داخل البيت، ممكن نستشير أخصائيين من خلال تصويرها أو اللجوء للجهات. واضح أستاذ أنس، لكن إحنا كنا يعني وأنت ذكرت تماما على ما هو السلوكيات اللي بتعطينا انطباعات أولية سريعة كأولياء أمور، كأصدقاء، كيف يمكن لنا أن نعرف أن الشخص مدمن؟ أشكرك كل الشكر الأستاذ أنس عطنطاوي رئيس قسم الإعلام. اسمح لي يا سيدي، أن العلاج يعني ممكن تطرقنا له قليلا وهناك اختلاف فيه، لكن سأبقى في هذا الإطار، وأشكرك أستاذ أنس لأن وقتي يدهمني. أسمع منك دكتور موسى، تفضل. يعني رسائل أخيرة، أرجوك الوقت يدهمنا. الرسالة أخيرة، يعني أنا بوجه رسالة أو ثلاث رسائل بشكل سريع. تفضل. الرسالة الأولى إلى الأسرة إنه افتحوا جسور التواصل بينكم بين أبنائكم حتى نضمن إنه لو في مشكلة ظهرت نعرف نعالجها. رسالة الثانية إلى السادة النواب في مجلس النواب الأردني الموقر، إنه تواصلوا معنا، إحنا بنفتح أذرعنا لكم حتى نناقش موضوع التعديلات القانونية. النواب سمحوا لأول متعاطي يتوكل.
هم سمحوا غلطان هم سمحوا لا صحيح لا لا معلش هو يعني حتى التعديل يعني هم ما سمحوا نهائيا. هم القانون أصبح أنه الشخص المتعاطي للمرة الأولى يحاسب ويسجن حسب القانون ولكن يعفى من القيد الجرمي، وهذا كان هدفه حتى يضمن إعادة دمجه في المجتمع مرة أخرى. هذول هم الثلاث، الثالثة إلى الانفلونسرز والمؤثرين اللي الآن منتشرين وإلهم فعلا متابعين نحترمهم ونحترم متابعينهم. خلينا ننقي محتواكم أو نضيف لمحتواكم رسالة سامية في مكافحة المخدرات بين كل فترة وفترة، وإحنا الآن فاتحين إيدينا إلهم وللإعلام حتى يكون في رسائل دائمة نبعد عن الفعز. دكتور كمان هذول المؤثرين بتحكي عنهم لما يكون في واحد بيظهر بمظهر هو بدل ما يكونوا سلبيين نحولهم لشيء إيجابي. كمان في أمور في هذا الموضوع غير مقبولة، مش هكون معك صريح. إذا أستاذ رنا حداد مديرة المنوعات في صحيفة الدستور، مساء الخير. مساء الورد، أهلا محمد. واسمحي لي أنا بدي أحكي عن موضوع المؤثرين، وإحنا تابعنا والدكتور موسى يدعو المؤثرين للمشاركة في هذا الموضوع، لكن من يسمى أو من يطلق على نفسه مؤثر أو من يطلقون على أنفسهم اسم مؤثرين تعاملوا في بعض الأحيان مع هذه المواد بشكل غير مباشر أو بطريقة غير مباشرة وكانوا ضارها سلبي. تعليقك إن سمحتي. طيب محمد، يعني الطرح هذا جميل إنه نترك مساحة للمؤثرين، لكن يا محمد إحنا من خلال شغلنا مع عالم الموسيقى والفن والدراما وحتى المؤثرين وما يحدث في الفضاء عموما، في شغلات عم نغفل عنها جميعا يا محمد، من ضمنها الموسيقى، ألعاب الفيديو، والمؤثرين طبعا هم بيشتغلوا بهذا الإشي وبيروجوا له، بيروجوا للموسيقى، بيروجوا للفن، بيروجوا للأفلام، بيروجوا لألعاب الفيديو. يا جماعة أنا بحكي عنا في قضايا مغفول عنها ومش مطروحة حتى إعلاميا. لما نحكي يا محمد إنه أغلب الإنفلونسرز اللي عنا بيروحوا لحفلات فنانين وبيكتبوا عن فنانين وعن مشاهير، هل تعلم انه في سنوات سابقة، السنة والعام انا ما قدرت احصل معلومات، لكن 42% من الاغاني الشائعة اللي هالمؤثرين وهالشباب اللي عم بيبثوها بمحتوياتهم، هاي بتحتوي اشارات، فيها اشارات لتعاطي التبغ والكحول والمخدرات. حتى العاب الفيديو، احنا نشوف كثير مؤثرين عم بيروجوا لالعاب فيديو. هاي العاب الفيديو يا محمد اللي احنا اولادنا وشبابنا عم بيلعبوها، هل تعلم انه هاي بتعطيك اشارات؟ يعني مثلا واحدة من الالعاب عم تعطيك اشاره انه انت، حتى لو انت شارب وحتى لو انت متعاطي، انت بتقدر تلعب وتفوز وتكتسح وتحقق. وحتى احكي لك يا محمد، انا قبل فترة قرأت تحذير غربي للأسف وليس عربي، انه في انتصار لشخصيات بهاي الالعاب وهي تدخن الماريجونا كمان. هذا الاشي عم بتسلل بيناتنا واحنا في غفلة منه. الدراما، الافلام الشهيرة، كلها هاي ما عم تخضع لرقابة. ما بدي أتهم فقط المؤثرين إنهم عم بيروجوا لهاي الأفلام والموسيقى والألعاب، حتى إحنا إعلامنا مغيب نوعا ما عن طرح ونقاش ما يعرض على الشبكات اللي صارت في بيوتنا. زمان كنا بمأمن لأنه عارفين القناة الأولى والثانية والثالثة، حتى الستلايت كان جهاز آمن بالنسبة لأولادنا يا محمد، القنوات معروفة، وحتى لا. الدول المجاورة كانت حريصة جدا فيما يبث. اليوم في عنا انفتاح بيخوف، هذا الانفتاح عم يبعث برسائل للنشأ، لو من خلال يعني أغنية أو عمل درامي أو فيلم أو لعبة. واضح تماما أستاذ رنا، المحتوى بعمومه يروج لمثل هذه الأمور، وهذا أمر خطير. التبغ، الكحول، المخدرات موجودة ويروج لها بإشارات، المفروض كإعلام وكأهل وكمجتمع نعرف نتعامل معها على أقل تقدير. أشكرك الأستاذ رنا حداد، وعذريني لضيق الوقت بعجالة دكتور. يعني اولا لابد من التعامل بحزم مع موضوع المخدرات، لابد من وجود ضوابط اجتماعيه وثيقه ملزمه للجميع بعدم التوسط بقضايا المخدرات بجميع اشكالها واصنافها، لابد من ايضا مواجهه وصمه العار بجراه لدى المجتمع، لانه هناك الخوف من وصمه العار لدى ابناء المجتمع، بخافوا انه يحكوا ابننا متعاطي، ابننا بدنا نوديه للعلاج،
الزواج، بالتالي لابد أن ندرس حالات الطلاق أيضا التي تزداد بالمجتمع. لدينا خلال العام الماضي أكثر من 100,000 حالة طلاق، أنا باعتقادي إذا درسناهم اجتماعيا رح يكون جزء مخدرات. واضح. لدينا قضايا عديدة منظورة أمام المحاكم الشرعية قد تكون المخدرات جزء كبير منها، بالتالي هذا كله يؤدي إلى الجرائم والتفكك الأسري. ضيوف الكرام، بدي أشكركم كل الشكر على وجودكم معنا ليلة. شكرا جزيلا لكم. شكرا.